السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضل الشيخ تفضل. بس بعد إذنك في سؤال. سأل عما بدلك. كان في واحد كده ليه فلوس عند واحد شخص، هو اتفق معاه ان هو في شغال جزار، ان هو ياخد معاه شغل العيد مقابل ان هو يعني يشتغل مع بعض ويسدد المبلغ اللي هو مدين بيه من الشغل دوت. طيب واتفقوا على كده. فالمهم جه ليله العيد وكده، فقال له ان ايه، ان الشغل راحت خلاص وكده. فقال له قدر الله ما شاء فعل وكده. بعد كده عرف ان الشخص دوت اخد واحد مكانه طمعا في ان التاني دوت هيكون سعره اقل يعني وكده. فهو بيسال هل هو يعطيه ماله اللي هو المال ده اللي هو اصبح عليه، ولا هو الحق بضرر وكده؟ ايه الموضوع بالظبط؟ جزاك الله خير. لا عفوا، انا السؤال ملخبط عندي. يعني المدين اتى بالدائن كي يشتغل معه وياخذ اجره وياخذ امواله، كده السؤال ولا ايه؟ ان هم يشتغلوا مع بعض زي بعض، ولما يشتغلوا هيسدد المبلغ دوت من الشغل. ما اللي هيسدد؟ اللي هيسدد اللي هو هيشتغل مع المديون، اللي هيسدد مع الثاني. المديون هيسدد للاجير. بالظبط، هيشتغلوا مع بعض زي بعض. طيب خلاص، بعض يعني لما يشتغلوا هيسد المبلغ اللي عليه. يعني الاجير ما زال له حق الان، حق الدين الاصلي الذي له. اللي الدين الاصلي مش الاجير، اللي هو كان هياخده مع الشغل، صاحب الشغل. يعني صاحب الشغل قال للمدين تعال اشتغل معي واخصم اجرك من الدين الذي عندك لي. بس الشغلانه ان هم ياخدوها مع بعض، هم الاثنين هيبقوا اصحاب شغل زي بعض، وهيخصم من المبلغ من الفلوس. لكن لم يتم الامر. لم يتم. بعد كده عرف ان هو اخد حد مكانه وطمع في الفلوس وجاب واحد مكانه. فهو بيسال هو كده الحق بضرر، كان هيطلع شغل مكانه وعطل الشغل دوت بسبب ان هو قال له هتيجي معايا. هل الحق به ضررا فعلا؟ الحق به ضررا فعلا. ياخذ قدر الضرر.